بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إلهي وحليه سبحانه وتعالى نبي عبادي الضومدي إذا أقور بحي أني أنقو أنا الغفور مثل عفيد بدننا نهي الرحيم ألن حريص بدننا نهي الضومد إذا أقور بحي نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وأن عذابي عذاب كيقنا هو العذاب عذاب إنه يهي الضومد إذا أقور بحي عذاب كاسو الأليم حنونجية للعصاة ذاتك عاسين تاه عذاب كيقو إنه آدو حنونجينا وقور بحي والله بداس الرموت بقى الضومد إذا أشاك. إلهي سبحانه وتعالى آيادها نوحينا وقشيكي قفك الضومك إن مروى البابا أيها بونتهي أن يعيش بين الرجاء والخوف إنه كنا ولا ذو الرجاء يعبسد إنت ودحيس ومرنا أرجينا ينحريست إلهي جنة إلهي مرنا يكجرته والولئي والبهار وسليه أما إلهي عذاب كيس سبحانه وتعالى ذاتك وقلنا يوم أكمد نغتا ذاتك إلهي وعروضي أما بكمته مرنا ورحمة إلهي الرجيه لما داس الرماد أدونك إنو كنا ولا ذو أيو إلهي سبحانه وتعالى آيادها إنو قبورين ولذلك إلهي لبدي الصفابة لبدي الصفابة إن إلهي وسكليه أيو إلهي آيادها ككل ميي وإلهي حليه سبحانه وتعالى دومدي دوشيك إن أنا هاي الله دمي دافيد بدن نحريس بدن هذا عذاب كيقول حنون بدن يهاي لماذا بعد دوما ذي الأشياء ونبئهم الدوما ذي إذا أقور بحي عن ضيف إبراهيم نبي الله إبراهيم مرتدي سي أتمد مرتدي سنبال أقور بحي أخبارته دي يمرتدي سي وحا حكم الله أي حنبار سنايين يسيد نبي الله إبراهيم وكل معاملو دي قصة النبي الله إبراهيم نأشيك الدوم ذي مركة قصة النبي الله إبراهيم قرآن كوي كسول الله بتي وحيكم تهاي قصة كسول الله بتي لكن مروا الباب حكمة أي إله أسرع العليا سبحانه وتعالى قصة النبي الله إبراهيم وحكم ذا هذا وحيالها الأسرع العليا قصة النبي الله إبراهيم لمن كان نبي صلى الله وسلم وبارك عليه كسوهر جيدي oo haqa qaadan waayay ay isugu jira qoladii asnaamta caabudaysay ee mushrikiinta iyo qoladii yahuuda iyo nasaarada saddexda qolaba waxay sheeganayeen in nabiyullaahi ibraahim jidkiisi ay ku socdaan nabiyullaahi ibraahim inuu jidkiisi ay ku socdaan nabiyullaahi ibraahim inuu iyagaba uu kamid ahaa beentaasi faafin jireen marka ilaahi subxaanahu wa ta'aala wuxuu sheegay nabiyullaahi ibraahim sidoo ahaa inay bari uu ka yahay nabiyullaahi ibraahim oo jidkii nabi ullaahi ibraahim aysan ku socon oo gaalo ay yihiin oo khaliilu raxmaan wadadiisii ay ka fog yihiin taasaa ilaahay qisadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo celiyey suuradan suuratul xijri warabbihum addoommadayda uga warbixi can dayfi ibraahiima nabi ullaahi ibraahim martidiisii id waqti uga warbixi dakhaluu ay martidii soo galeen عليه على إبراهيم نبي الله إبراهيم دشي سيوسو قلين وفقالوا أيراهين سلاما ويسلامين نبي الله إبراهيم مركا يوسو قلين ووحل قفا إذي سنقفك مروى البابا يمادة سنده إني تهيدتك ويمد إنو مركا هر السلامه انتو سنور بحنت إيا أخبارت وقوضا وسن أشيغين مركا انتو سنور بحنت إيا بشارة إيا سن أشيغين ويسلامين مرتدي نبي الله إبراهيم قال وحي لنبي الله إبراهيم إنا أنقو منكم حقنا وجلونا كوك بقية وحقنا كعب سنية أيان نهي وإذن كبقينا محايا لي بغدنت أسباب تكيني سوحوي يعني وحو أسميي دبي أقورعي دبي مركو أقورعي وأكيني دبي عدد بشر كان وحي كوي مادين مركي هوري يعني سورة ابن آدم سورة بن آدم يقوي مادن ما دام سورة بن آدم ملاك تي يقوي مادن دبي وجورعي دبي وكياني دبي مركو وكياني قامي كلابتين ويعنوا وياي
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة مركو أركيك هلبك إني سنتابنين وكبقي حيهين ويرو سورة بن آدم نواليهين انت سو هول آدو قشنا يعني ديبي آدو سو قور عدنا قعمه ويكلابنا يعني مركو الشأن يقول محوية قال مركاس وحوي لنبي الله إبراهيم إنا أنقو منكم جار مجروركم حكو تعلقي وجلونا وجلونا كوبقي أنهاي وعبسنا منكم إذن كعبسنا حقنا إذن كبقينا وهو إذن كبقينا مر هذه مرتدي يعني وحلوي قيني وحي الله كينا إني عناني مر بهذه قعمه إني أدلاوتين عبسي أنا قشي قالوا حيراهن ملائكتي ومرتدي أتمد نبي الله إبراهيم لا توجلها عبسني إنا أنقل نبشرك وأنكو بشارينينا بغلام ويل أيانكو بشارينينا ويل كاسو عليم أقوم بضن وعلم بضن بشارة سنكو سيدنا وحدباتا يوح والوال أهنقو ما سيدنا بل حتى وحنكو حنبارسنا هاي وحكو فرح قلنا مركو وحيران هبقين وحنقو عبسنين وحنكو بشارينينا ويل علم بضن إن أقول دلن دونه نبي الله إبراهيم نوحوي دأوين وقاري ومفسرين تقارو حيراهان بقولوا كل واذي سقاشن يدورو جري قارو حيوي إراهان بقول كيو بردافي انت هاسنا وح أولاد موسن لنن مركب بشارة وين يا إلهي سبحانه وتعالى وسود دي بي ملايكة ويل كاسي مركب وقو بشارية مركب ويل كاس ورجدد لقليه وحوي ونبي الله إسحاق نبي الله إسحاق يا الله وقو بشارية إنو أردان دونه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا حيراهن لا توجلها عبسنن إنا أنقو نبشرك وانكو بشاريننا بغلام ويلانكو بشاريننا ويلكاسو عليم أقوم بضن وعلم بضن ولو لجيدو نبي الله إسحاق قال مركاسو وحويري نبي الله إبراهيم أبشرتموني ما إيه بشاريني نسان او بشارم يدي ودان او اولاد ان اندلي دونا حد كبعدي ميادي يقول بشارين ايسان على ان مصني الكبر مع ان مصني الكبر وين يدى اي اتابتي معيقيدي مياد يقول بشارين ايسان اولاد ايادو الدو اي اتابتي او ايلا النقضي او حد كان اد اركيسان حق الدادة ان كمرا ايو ميادي يقول بشارين ايسان حد كبعدي ان عرور دلايو فبما محيبا تبشرون أديكو بشارين إنسان محيتها بشارة أدوان دأك بعد يعني مركز النبي الله إبراهيم لما يابنا ونأجي هاي أود إلهي سبحانه وتعالى إن السورة جلين كستو وحولبا حدود إنسان لهين أود إنسان علينا إن أود إلهي إن إنسان أود إلهي دع علينا إن سو أجي هاي ونيقين سيا ما دام وياه خليل الرحمن لكن مركز دبي عدي الجويتي إني دلدة oo yaani bini aadamka ay ku barteen xuduudaas in wax lagu dhalo ayuu wuxuu isiri waad ka gudubtay marka dabeecadii bini aadamka lagu yiqiinay maadaama uu ka gudbay xagga dabeecad uu ka hadli mooyee awooda ilaahay kuma shakisna awooda ilaahay kuma shakisna nabi ilaahay ibraahim qaala wuxuu yiraa abashartumuni ma ii bishaareynaysaan ala am massaniyal kibaru مع أن مسني الكبر وين إتابتي معيقيد مياد إغو بشارين إيسان وأنيقو دأو إتابتي مياد أرور إغو بشارين إيسان إنان للا يهدك بعدي فبما محيبا تبشرون آدي إغو بشارين إيسان حيث أحد إغو بشارين إيسان بأن قاري قالوا حيراهن ملائكتي بشرناك بالحق حق أيانكو إغو بشارين يعني دين معها بشارة دينو war la isku qasana ma aha wa waxa qaho ilaahi uu soo dhiibay subhanahu wa ta'ala salaata kunha ahani nabi ilaahi ibraahimo min al qanidina kuwa qoostay oo naxariista ilaahi ka qoostay ha kamid noqon ilaahi awoodiisa wax walba suurta gelin karta adigoo da gaaray ayaa ilaahi subhanahu wa ta'ala hadana awlaad uu ku siin kara qaala markaas wuxuu yiri nabi ilaahi ibraahim markii malaa'iktu ay yiraahdeen ha qoosanin نبي الله إبراهيم وحوه جوابي ومن قفكيبا يغند قوسته من رحمة ربه ربك إن حريستي سياك قوسته إلا الضالون كوالون سن ماهن ذاتك هباو سن وجدك إلهي كلمي
dadkaas unbaa naxariista ilaahay ka quusta, kuwaasina waa gaalada. Kuwaas kufaartaa raxmadda ilaahay ka quustee, yacnii anigu ka mid ma ihi dadka raxmadda ilaahay ka quusanaya, laakiin wuxuu ka hadlay isagu nabiyullaahi ibraahim dabeecadii basharka lagu yiqiin iyo caadadii inuu ka gudbay, intaas unbuu ka hadlayay. Laakiin ulajeedadu ma aha, wuxuu leeyay naxariista ilaahay gaalada iyo dadka lunsan unbaa ka quusta. Qaala, wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim, famaa, maxayba khadbukum, ay sha'nukum, arrinkiinnu muxuu yahay, ayuhaa kuwanow kaasoo almursaluuna, ee lasoo dirayow, malaa'igtan lasoo dirayow, bishaaradan aad ii bishaarayseen iyo salaamtan aad ii salaamteen, maxaa kaloo ka dambeeya ood u socotaan, waxa kale ood u socotaan oo ilaahay idiin soo diray maxay yihiin? Qaaluu, waxay yidhaaheen malaa'igtii, innaa annaga ursilnaa, waa nala soo diray, ilaa qowmina, naloo soo diray qoomkaasoo mujrimiina, ee dembaabay, dad mujrimiinahoo xuduudda ilaahay ka baxay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisiiba ka hor yimid, dadkaasaan u soconnaa, yacni inaan soo cadaabno oon soo ciqaabno, dadkaasaa naloo soo diray. Ilaa aala luudin, luud ahaladiisii maahane, yacni waxaan u soconnaa qowmu luud inaan soo halaagno oon soo ciqaabno, ilaa laakiin waxaa laga soo reebi qoyska nabiyullaahi luud calayhi salaatu wasalaam, oo yacni gabdhihiisii isagu uu dhalay, caruurtiisii iyo isagii unbaa laga soo reebi, wixii ka soo haray ayaa naloo soo diray inaan halaagno. Innaa annagu la munajjuuhum, kuwa badbaadinayaan nahay, aalu luud ajmaciina, dhammaantood. Maxaa yeelay sababta loo badbaadinayo waxa weeye dad mu'miniinay ahaayeen, waxay rumeeyeen ilaahay iyo rusushii ilaahay iyo nabiyullaahi luud ayay rumeeyeen. Marka iimaankiiyaa laga helay, iimaankii maadaama laga helay iyaga la taaban maayo, waa la badbaadin aalu luud. Ila mara'atahu, nabiyullaahi luud islaantiisii maahan, maxaa yeelay waxaa laga soo reebi aalkii ku jirtaa, aalkii maadaama ay ku jirto la yidhi aalkiiyaa la badbaadin, waa laga soo reebayo. Waxaa la yidhi haweentu kuma jirto, ahlada la badbaadinayo haweentu kuma jirto, maxaa yeelay haweenta waxay ka mid noqotay qoladii ku gaaloobay nabiyullaahi luud calayhi salaatu wasalaam, ilaahayna ka hor yimid qoladaas iyadu ku biirtay. Qadarnaa, waan qadarnay, innahaa islaantaasi, la min alghaabiriina, ay ilbaaqiina fii cadaabi illaahi wa qadabihi, cadaabka ilaahay iyo carada ilaahay kuwa baaqiga ku noqonaayo, weligeed joogtaynaayo cadaabkaas, kuwaas inay ka mid tahay, taasaan qadarnay. Yacni ilaahay qadartiisa weeye, laakiin waa iyagu annagaa qadarnay waxay leeyihiin. Waa xikaaya can qudrati illaahi wa qadaa'ih, waxay ka sheekaynayaan awooddii ilaahay iyo qadarta ilaahay. Marka iyagii isu nisbeeyey qadartii, laakiin waa min baabi alxikaaya. Qadarnaa, annagu waxaan qadarnay, ay qada allaahu, yaa loola jeeda ilaaha xukumay oo qadaray. Qadarnaa, waxaan qadarnay, innagu haddaan malaa'igtii nahay, innahaa islaantaasi, la min alghaabiriina, ay ilbaaqiina fii cadaabi illaahi wa qadabih, ilaahay cadaabkiisa iyo caradiisa dadka baaqiga ku noqonaya gaalada ah inay ka mid tahay, taasaan qadarnay. Falammaa, waqtigii jaa'a uu u yimid, aala luudin, luud ahladiisii, almursaluuna, rusushii lasoo diray, waa malaa'igtii, malaa'igtii markay u yimaadeen luud iyo ahladiisii, qaala, wuxuu yidhi nabiyullaahi luud, innakum, adinka, qowmun, ayaa tihiin qoomkaasoo munkaruuna, la inkiro, idinma garanaynu, yidhi dad nagu cusubaa tihiin. Maxaa yeelay suuraddii waxay ugu yimaadeen nabiyullaahi ibraahim ay ugu yimaadeen oo kale, suurad bini aadamay ugu yimaadeen, suurad dad martiyay ugu yimaadeen. Marka magaalada dad yacni laga yaqaanay ma aha, dad hore loo arki jiray ma aha. Marka wuxuu yidhi idinma garanayno, waa idinkiraynaa. Qaaluu, markaasi waxay yidhaaheen malaa'igtii, bal iska dhaafejinaaka, nabiyullaahi luudow, waan kuu nimid, bimaa, cadaab ayaan kuula nimid, cadaabkaasoo kaanuu qoomka gaaladu ay ahaan jireen fiihi, cadaabkaas dhexdiisa, yamtaruuna, inay ku shakiyaan, wixii ay ku shakin jireen oo ay ku jeesjeesi jireen oo ay dhihi jireen, maa hadda la soo dejiyo cadaabka la sheegayo, kiyaan wadnaa maanta, maanta kiyaan wadnaa. Marka waxa weeye, innagu waxaan nahay malaa'ig ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray
in cadaab ay ku ridaan qoomka adiga kaa hor yimid oo ku caasiyey oo gaalada ah. Qaaluu waxay yidhaaheen, bal iska dhaafay, ji'naaka, waxaan kuula nimid, bimaa cadaab, cadaabkaasoo kaanuu gaaladu fiihi, cadaabkaas dhexdiisa ay ahaayeen, yantaruuna, kuwii ku shakiyi jiray, wixii ay ku jeesjeesi jireenaan wadnaa oo cadaabkii ah. Wa ataynaaka, adigana waan kuula nimid, bilxaqi, xaqaanu kuula nimid, yacni bisidqi laa bilkadib, waxa aanu kuu sheegaynana wax runahoo xaqa wey oo ilaahay uu nala soo dirsaday subxaanahu watacaala. Wa innaa annaguna la saadiquuna, kuwa ku run sheegaya ayaan nahay, fii maqaalatina, hadalkan maqaalada aan kula hadlayno runaan ku sheegay. Wa innaa la saadiquuna waa ta'kiidun bilxaq, maxaa yeelay xaqa naftiisa wuxuu kulminaa run, xaqa naftiisa wuxuu kulminaa waxa ay la yimaadeen inuu yahay wax run ah. Marka tii ay haddana ku sii adkeeyeen oo waxay yidhaaheen, waxaan nahay dad annagu ka run sheegaya waxa aanu kuu sheegayno dhan. Fa asri fa bisababi daalik, maadaama annaga cadaabkaas aanu la nimid oo cadaabkaas aanu ku sallidayno qoomka ku beeniyey, fa bisababi daalika, taas sababteeda, asri, dheelmi biahlika, ahalkaaga, biqidcin, fii qidcin, qayb dhexdeeda dheelmi ahladaada, qaybtaasoo min alleyli, habeenka ka mida, habeenka saacadihiisa qaybo ka mida markay soo tagaan isaga baxa magaalada. Magaaladan waa la gedin, iyada dhan la gedin rabaa, oo dadka daalimiinta ee gaalada lala rogi doonaa iyada dhan. Marka maadaama qaryadan la rogaayo, ka bixi ahladaada, ka saar. Wattabic, raac, adbaarahum, gadaalyaalkoodana raac, bimacnaa imshi khalfahum, loola jeedaa gadaal soco, taskiinan wa tadmiinan liquluubihim, si aad qalbigooda u dejiso. Maxaa yeelay haddii dadkii mu'miniinta ahaa ay la hormariyo, nabiyullaahi luudna gadaashooda uu socdo, qalbigooda degay, yacni wax gadaashooda ciqaab oo ka imaanayo inuusan jirin, gadaashooda cadaab looga sallidaayo inuusan jirin. Maxaa yeelay nabigii dhammaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray oo rasuulkoodii ah ayaaba ka dambeeyaba. Marka dejin iyo xasilin aad xasilinayso awgeed, gadaashooda socali. Walaa yaltafid, yuusan milicsanin, minkum adinka xaal uu idin ka mid yahay, axadun, qofna yuusan gadaal soo eegin. Yacni waxa ku dhacaya oo gadaashiisa ka dhacaya qaryadii dhammaa ee la dabagedin, marka waxaa loo diidi xataa inay ku argagaxaan iltifaadkaas, iltifaadkaas inay ku argagaxaan waxa qaryadii ka dhacaya, cadaabka, qaylada, dhulgariirka iyo dhulkii oo dhan oo lala rogay oo lala gedinaayo, waxaasoo dhan waxaa la yidhi, ha milicsanina, ha fiirinina. Marka laba xigmaa ku jirta, annahyu can iltifaati ila alqawmi almuhlakiin, qoladan la halaagayaa laga nahayiyey aaluluud in ay milicsadaan. Xigmada ku jirta, labada xigmad ku jirta, mid waxa weeye in wax argagaxa laga ilaaliyo, ilaa dad qaylayayo la halaagayo, dhul la gedinayo, qofkii fiiriya xoogaa cabsiyaha gelaysa. Tan kale waxa weeye in markii la arko yacni ahladoodii, ilaa dadka la gedinayo, qaarkood waxaa ku jira aabayaashood, qaarkood waxaa ku jira caruurkoodii, qaarkood waxaa ku jira xaasaskoodii, sida nabiyullaahi luud oo kale xaaskiisiyaa ku jira, bal dhulka lala gedinayo, in marka xoogaa shafaqa iyo dhimrin aysan qaban markii ay maqlaan halaagooda iyo dhibkooda ay maqlaan. Marka labadaas xikmadood awgooda waxaa la leeyahay, ha fiirinina, hortiina u socda, wamduu, socda, xayfu, makaan, u socda, tu'maruuna, laydin amrayo, meesha laydin amray oo la yidhi aada oo qaryadan uga haajira oo ka baxa, halkiinaa toos u socda, gadaalna ha fiirinina. Waqadaynaa, waan xukunay, ilayhi, nabiyullaahi luud xaggiisii, waa alqadaa huna bimacna alwaxyi, qadahan hadda waxaa loola jeedaa bimacna alwaxyi. Waqadaynaa bimacna awxaynaa ilayhi, ilaa luud, nabiyullaahi luud waxaan u waxyoonay, daalika, kaasaan u waxyoonay, kaasoo alamra, ee arrinka ah, arrinkaasaan u sheegnay nabiyullaahi luud. Oo arrinku muxuu yahay? Waxaa fasiraya jumladan soo socota, waxa loo sheegay waxa ay yihiin, maxay tahay waxa loo waxyooday? Anna daabira haa'ulaa'i, kuwan ciribtooda, maqduucun, ciribtooda mid la jarayo oo la goynayo, saasan u sheegnay. Kuwan ku beeniyey, ku dhibay, kaa hor yimid, ciribtooda waa la goynaa, mar dambe ciribtooda yacni la maqli maayo, noloshoodana halkaasaa u dambaynaysa. Musbixiina, xaal ay yihiin kuwo waa beriistay, waagu markuu u beriyo oo subaxu maaragtaa uu dilaaco, markaasaa ballan loogu qabtay in cadaabku uu yimaado.
وجاء وحايمت أهل المدينة مجالدي أهل كيدي ويمادين يستبشرون حال أيهن كوا بشاري سنايا ملايكتي مركي سورة بن آدم يقو قروح بدن قري نبي الله اللوت أيوسو قالين بدكي قالدا هاي مجالدا نبي الله اللوت ودين تكفي دينا يكونوا لا ويسو بشاري يعني وح بن آدم أمليان وحي أيو برتين وحماتدا هادتك دمضا يكفو لجرين وحي اللواتك اي سمي جرين دو كفولك وحي يسوق بشارين ايا بشارة تميد إليهم قرغم والا سوق قال قرغم والا سوق قال ويسوقوا يهرين وجاء وحا يمد أهل المدينة مقالد أهل كيدي يستبشرون حال يسوق بشارين ايا وليهن داد قروح بضان ودل يراه تدكي أنجع لين يمد إليهم وسوق قال قال مركاس وحو يري نبي الله اللوت إن هؤلاء كوان ضيفي مرتدي ديوه فلا تفضحوني هاي فضحيننا ورمرتدي ديوه داتكن قريقي كجران قريقي يمادين أنيقي إيسو مرتيان هاي قو فضحيننا محايا لمرتدة هاتي ديباتي لو قيستو وحال فضحيي قفكي قريقاس مرتدة كساري كاسا فضحة دي عيبتو يكون لعي ديباتي مركو حولي هاي هاي فضحيننا نبي الله اللود عليه الصلاة والسلام واتقوا الله إلهي كعبسدا ولا تخزوني هي هو جننا بمعنى لا توقعوني في ذلة وهوان ذل هي يقول ربنا ما هي لما ارتدى الله بنبحه ودليس قفكي مرتقى علي قفكي قرق الاسكال هاي ولا دليس تيوا مركا قف مرتديس الله صحب بنبحي وقف اللي دليس تي هي دليسنا يقدر هي دليس قالوا حيرا هين مركاس سدي الددوا وين عقل له ولهض لي لكن عقل ملي عقل ملهان قالوا حيراهن أولم ننهى كما نغن كاريبين وأنن كوديدين عن العالمين عالمين تما نغن كوديدين وددها مرتي قادين سو هدا كور كومدين انغو هوشا سان نقانا دد اسكما عيلين كرنا هدان ارغنو اي هدا غوريغاغا وخا كينسن او غوريغاغا ددها كو مرتي قادين هدا كور سو كوما شيغن ارينتاس قال مركاس و خو يري نبي الله لوط هؤلاء كون بناتي قبلهيغي ان كنتم هداتين فاعلين كو سمينايا الشهوه شهوه هدات سمينيسين او شهوه ايدن كمقنتahay وا كونا قبلهيغي غورسدا قبلهيغي waxay idan hayaaday shahwiyihiin qodnadii shahwa yaani nasoor riixaysa hadii aad leedihiin qabdhahiigu waa kuwana guursada oo xilliga shariicadu markaa waxay baneeyeen shariicada xilliga jirtay gaalada iyo muslimiintu way is guursan jireen waa shariicada xilliga jirtay way is guursan jireen ka xaas ugu banaana hatta xilligi sadriga islaamka oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam hatta shariicadiisi fi sadri islaam hatta arinkaas ugu banaana oo gaalada iyo muslimiintu inay is guursadaan waati hatta nabiga sallallahu alayhi wa sallam qabdihiisa qayb kamida dad gaala ah ay qabeen xilligaas way xalaal ayay way furay laakiin ka bacdi yalla nasaxay oo la joojiyay qaala wuxuu yiri nabiyullaahi luud haaulaa'i kuwani banaati qabdahaygiyo in kuntum hadaatiin fa'iliina ash-shahwa hadii wax idin ka maqan shahwayeen guursada qabdahay marka waa dad yaani dhinac walba uu kala hadlo dhinacii hadii aqli ay tahay wax garasho ay tahay alla ka cabsi ay tahay yaxyax gelin ay tahay xishood gelin ay tahay wax walba oo qof bini aadama yaani looga hor istaagi karo xumaato inuu sameeyo kula hadlo xataa heer uu gaaray gabdhahiigii guursada laakiin uma socdaan ilaa xumaatadaas mooyo wax kale dhiga kalaan u furayn la'amruka baaqi noqoshadaada nabiyullaahi maxamed sallallahu sallam mubaaraka alayhi ayaa qasami dhaartaydu ay ahaatay innahum lamirkan laba meelood baa loo celiyaa qowm lut waa loo celiyaa waxaa kaloo loo celiyaa dadkii gaaladii xilligii nabiga joogtay sallallahu sallam mubaaraka alayhi oo kufaaru quraysh labada mufasiriintu way u celiyaan la'amruka baaqi noqoshadaada nabiyullaahi maxamed sallallahu sallam mubaaraka alayhi ayaa qasami dhaartaydu ahaatay oo noloshaadan ku dhaartaahay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam innahum nimankan kufaarta adiga kaasoo horjeeda oo waqtigaaga jooga lafii sakratihim
ليعمهون كوجه وريرسنوي في سكرتهم صخرامي الدودي في ضلالهم بعد ذودي أي كل صخران سيهين أي كل تغين تاسي ولي كوجه وريرسنوي وحال لغا دي داد انت يعني مرقامي بعد ذي يدنبغي يمعاسدي سيد ولم عاني هاي كو مرقامي وكوبة تغيد مركوا بضد مرقان سنة لما سوء علين كار سيد أجعي لهم بعد ذا سيد أجعي لهم حقا أولا غهر يمادو سيد أجعي لهم فسوشا أولا غهر يمادو وابا صخرامن وابا تقسنين مركا مير بكومها يعني مسكح تاسي مدو أما إن لو عليو قوم اللوط وللا لعمرك بعد النقشات هذا قسمي لارتي ذهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنهم قوم اللوط لفي سكرتهم صخرامي الدودة أو في ضلالهم بعد الدودة لحدودة أي كل صخرامين أي يعمهون كجه ورسيهم هذا صخران سيهم مركب معنوه مركب وحو النغن قصدي قوم اللوط إن الله قشي كينا أيو النبي صلى الله عليه وسلم وارك عليه أوليه سكستون نبي الله اللوط وحو قشي وحتى ويريق ابنه يقول سدا ورمقلو أو وانما صخران سن أو مرقان سن أو بعد الدودة يكون مرقان سن marka warku xaguu ka gali oo marqaansan yahay ama hadii kale yani waxa lala hadli ee laga sheekeyn kufaartii xilligi nabiga na joogtay sallallahu alayhi wa sallam marka amrigan luqa ahaan waxa loo isticmaalaa bidammil mim aya luqa ahaan loo isticmaalaa laakiin quraanku wuxuu ku yimid waxaan leeyahay bidammil ayn umri waa luqa ahaan asalkiisa umri yani waa qofka yani noloshiisa iyo umrigiisa waxa la yiraahdaa عمري لكن القرآن كويمد بفتح العين لعمرك مركا عين توحى اللوف فتحيي اللقاء هان مانا وتخفيف فضوضين لفظي قال لفضي أي عين تا القرآن كفتحيي ولعمرك اللوير محايل وحجر ريان نوعاسو فربضان واللقاء دي انت اللو قصاري لأجل تخفيف حركك للو ساري لأجل تخفيف شغلك انت اللي قبدلي شغلك للو ساري مركا حركة سبحان الله حركة التخفيف ايه حركة اصلية ما ارقى اصل كي سوحوها عمرك عمرك ايه جرتان كاقا ايه نلوش هادا كد نارتا ارقى اصل كي سوحوها لكن حركة وفتحة اه وحا قرآن كو اوليمد حركة التخفيف ارقى الروين لفوضا ايه لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون مركا ايادان وحي كليتو سنة فضيلة ايه شرفت الهي اكتيس او كلها نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ما دام إلهي أنبيديس إيا رسوشيس رسول أو كبارتي نولشيس إيا عمريس أو كبارتي نبينا كجيرا صلى الله وسلم وبارك عليه بس يعني مزيداس إيا فضيلاس رسول كلا أو لغوشيكي مجرت إلا نبينا مبي صلى الله وسلم وبارك عليه فأخذتهم وحاقبتي لمن كذالبين تاها أو قوم اللوط الصيحة قيل ذي عاقبتي جبريل اللي يركو قيلي وصيحة العذاب صيحة العذاب وقيل حدود كبحسن العذاب اللي لجيده أبوده كبحسن وديليس وعذابيس قيل ذا ساقبتي مشرقين حال أيهين هو قرح بحصدي بمعنى وقت الإشراق مركي قرح ذو أصاب بحض الصبح إلا قاري أليس الصبح بقريب markii waagi ay walba lagu ballamiyay cadaab koodi waagi markuu bariyay qoraxdu ay u soo baxday markaas lagu bilaabay cadaabti qeyladaas loo hormariyay jibriil ku qeyliyay oo sayxatul cadaab ah sayxada cadaabka markii loo hormariyay midan kale hadana lagu xijiyay fajaalna waxaanu ka yeelnay caaliyaha aaliyal qura qaryooyinkii ay deganaayeen qowmul lut meesheedii sare وحن كيال سافلها سافل القرى قريوين كي ماشي دي هوس ايان كيال قرية دا ماشي اغوص الرئيسي اي الله هوس مري يعني وادبا قدين قرية دا ما يلالا دبا قدين وانضرنا وحن روب اغلقنا عليهم دشو دي حجارة بقح داسو من سجيل روب لدبي حقي سكاهاد يعني دغه حجامايو waxaa loola jeedaa dhoobo la dubay oo dabka la saaray dhagax oo kale u noqonaa dhoobka hadii dab la saaro wuxuu noqonaa dhagax oo kale marka sijiilkaas dhagax hoobay hadana waa lagu rishay maxay tahay marka waa saddex cadaab
سد حلابة لوكلمي صيحة العذاب إيو دب جدنتي ودول كذا لا دب جدية هي نجحري ولوك راعيها ترى أنت سو عذاب اللي سو ترى قوم الله إن في ذلك عذاب كاس أو قوم كاس خد عي لا آياتنا كسرن آياته في على الوع برقاته آياتها سو للمتوسمين هو علامين كثير فيرية أسقنا ذي ذاتك علامين كثير فيرية أو عبرقاته ذاتك أنسى آياتها سكو عبرقات راي آياتها سو للمتوسمين هو علامين كثير فيرية أسقنا ذي ذاتك علامين كتحراعة أو يراها ورمحان لقو عذابي قول داس السبب كاللقو عذابي علامات اللقوع عذابي محيطها ويعني كوري ما شحق كوري ما دين اي عاسين ربي قود اي كو عاسيين اي سيدان اقشي وعبرقه وعبسانها قفك مركة بدك هاسا مركة آيادها يعني كو عبرقه هذا ناي متوسمين تا وعكلا متوسمين تا لقو فسرا بمعنى للمتفرسين للمتفرسين فراسدة يعني وموهبة خاصة ودك قار إلهي سبحانه وتعالى وسيه أو يعني قفك واحد ظاهر كيسة شكل كيسة ظاهر كيسة أي واحد يقول قياس قادنا يعني بعدين كيسة واحد جده وجهه بدك سؤال إلى أصحاب الفراسة أصحاب الفراسة بدك علم وعلم اللي برتن وجهه وعلم الفراسة اللي إيران وجهه وكتب لقى قري وجهه ولذلك إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى بدك أذ وحيل داروها فراسة داس فراسة داس وحيل دارا للمتوسمين للمتفرسين ذلك واحد فراسية أي آياته وصلنا له أما للمعتبرين ذلك عبرقاته وإنها قريوين كاس الهلاقي لبسبيل وضعي كسغنات جد كو أو لمره أو شام لاصي مره أو لغصفره جد كيغ كويا لان قريوين كهلاقو كدعي جد كاس مقيم أجوكتا بمعنى لا يبلى آثاره جد هادت كيسو أي سنبابئين ومسافرين تأي ودا أديك سدان جد كاسا قريوين كوكويا لان ومعنى محا ولجدد حكمة كدام بيسا محيطها قرية جدي كتها لان محا لغا فهم محا لغا فايديسا فايدودا لغيه لا يحوه يعني عبرقا هذا الشدي هذا زيادة أحمر بهذه وضادي كتها مسافر كستاسي مراي مسافر كستو حواركي آثارتي هلك نول بوردداس لغاو مارموسيمن نول بوردداس مره وحو اركي قريوين في الهلاجه marka uma dhimana way cibra qaadash cibra qaadash uma dhimo wadadii ay marayeen kufar quraish wadadii ay sham ugu safraayeen ayaa qaryadii ku taala uma baahna marka wadada inta laga leexdo la yiraa isootus meesha lagu halaagay qoom lut uma baahna in fi dhalika al madhkur midka la soo sheegay la ayatan ayada ku sugan وقصة النبي الله إبراهيم قصة النبي الله لوط قوم كان العذابي وحاسورا آيادا كسوغان لغو عبرقاته للمؤمنين ضدك المؤمنين تا أي آيادا كسوغناته الله سبحانه وتعالى أعظم وجل